نعم. كهرباء عشان الناس برضو اتكلمت فيه كتير، كان مطروح على الترابيزه. كان الناس لها اراء تانية. تمام، غير ذكر اسماء لان اللي بيحصل جوه الاجتماعات ما ينفعش حد يطلع احتراما للنادي. تمام، بالنسبه لصالح جمعه يعني كهرباء طرح طبعا، كانت هناك رغبه لكنه اختلفت عليه الاراء داخل الاداره، كل حد عنده اسبابه، الاداره الفنيه بالزبط. وبالتالي ما انضمش للنادي الاهلي. تمام وبرده كابتن انت حضرتك لعبت كره وعارف كره القدم وجهه نظر، ناس كل واحد بيشوف ده لعيب كويس، واحد بيشوفش لا لعيب كويس، الكلام ده كله.